لا يتخصب للحديث حول مستجدات فيروس كورونا كوفيد 19 والحملة حملة التحصينات التي انطلقت منذ الأسبوع الماضي وتنتهي نهاية هذا الأسبوع. سنتعرف على تفاصيل هذه الحملة والمؤشرات التي وصلت إليها من خلال ضيفتي الأخت خولة بنت زايد الشحية رئيسة قسم التثقيف الصحي بمحافظة سندب. أخت خولة رحبك في البداية، ونود أن نتعرف على هذه الحملة البداية، كيف كانت الاستعداد، كذلك الخطوات التي اتخذتموها والمؤشرات والأرقام التي وصلتوا إليها. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أخي نجم وشكرا لبرنامج من عمان. حقيقة في بداية الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض كوفيد 19 شكلنا حقيقة لجنة مركزية على مستوى محافظة مسندم. هذه اللجنة تكونت من الكوادر الإدارية وكذلك من الكوادر الفنية وكذلك أيضا الكوادر التطوعية، حتى أعكس أنا جانب واهتمام المواطنين بهذه التطعيمات ضد مرض كوفيد 19. كنا نعد طريقة استقطاب أو نقول هذا طريقة تسجيل المواطنين للتطعيمات، فبدأنا بتخصيص رقم هاتف خاص لجميع المواطنين لآلية التسجيل. حقيقة من نشرنا رقم الهاتف المخصص للتسجيل لتخصيص هذا الرقم لتسجيل المواطنين في ضد التطعيم ضد مرض كوفيد 19، وجدنا ماذا؟ ما شاء الله خلال فترة فقط وجيزة من ما تتجاوز فقط الساعة 300 شخص يبدأ يطلبون إيش موعد لأخذ هذا التطعيم، وهذا فعلا يعكس لنا الدور الإعلامي ووعي المجتمع حول أهمية هذا اللقاح ومأمونيته كذلك. لو حبيت أيضا كذلك أتطرق أيضا إلى موضوع النسب أو محافظة مسندم، حتى اليوم كم من نسبة التطعيمات الآن وصلنا إليها؟ نتحدث الآن وصلنا تقريبا إلى 12700 شخص مطعم حتى الآن من مستهدف 15000 شخص، ولله الحمد بمعنى احنا حققنا الآن بنسبة تقريبا 84%، ومتبقي إن شاء الله هذا الأسبوع تستكمل هذه الحملة التطعيمات. أيضا هناك طرق نقول تنظيمية على مستوى مثل ما تقول المؤسسات الصحية، كيف احنا عملنا مع المؤسسات الصحية لاستقطاب هؤلاء المواطنين. حقيقة وضعناها على 4 مراحل أساسية. المرحلة الأولى إيش تقول؟ تقول أول حاجة يجب على كل مواطن يتم تسجيل استمارة لتلقي هذا التطعيم حتى تكون هذه المرحلة الأولى. ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية، بعض المواطنين الذين تم تسجيلهم ننتقلهم إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الفرز أو مرحلة الترياج، وهي يتم سؤال كل مواطن حول الحالة الصحية له وحول التاريخ المرضي له. ثم ننتقل بعدها إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة أخذ التطعيم. من يأخذ التطعيم كل مواطن عليه أن ينتظر من ربع ساعة إلى نص ساعة داخل المؤسسة الصحية، ومن ثم بعدها يغادر. جميع هذه الاستمارات لجميع المواطنين الذين أخذوا التطعيمات يتم بعدها وضعها تطبيقها في البرنامج الترصد حتى يظهر أعداد تقريبا اللي تلقوا معنا التطعيم. هذه الجملة التي تمت من خلال على مستوى المؤسسات الصحية. محافظة مسندم تتميز كذلك بجغرافيتها لنقل التطعيمات من ولاية إلى أخرى. كما تعلم أن نقل التطعيمات ليس بالأمر الهين، فمحافظة مسندم بحدودها الجغرافية استعنا بطائرات الهليكوبتر نقل من وإلى من ولاية إلى أخرى، وكذلك استعنا بالقوارب البحرية لنقل أيضا الطعوم هذه إلى المناطق النائية لتطعيم المستحقين منها، خاصة منهم من كان من 60 سنة كما بدأنا هذه الحملة. ثم بعد التوجهات السامية لمولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظ الله ورعاه لأبناء محافظة مسندم من 18 سنة فما فوق. فهذه المراحل العمرية التي تم استهدافها لأخذ هذه الطعوم. وحقيقة الجهود لو نتحدث أيضا كذلك أريد أسلط الضوء على الجهود التي تمت في محافظة مسندم من تعاون مختلف مؤسسات المجتمع المدني وكذلك الأهلي وكذلك اللجان الصحية، الشباب المتطوعين الذين بادروا أيضا لتنظيم عمل المواطنين أثناء دخولهم للمؤسسات الصحية، وكذلك وأهم نقطة إيش تعاون معنا مكتب وزير الدولة ومحافظة مسندم جزاه الله ألف خير. نتحدث نعلم أن المواطنين بادروا بعملية طلب التحصينات أو التطعيمات وأخذ اللقاح، ولكن هل هناك من أمثلة قد نقول أنه يمكن أن نشير إليها واجهتوها من أجل أن احنا ننقلها للمواطن أنه من لم يأخذ اللقاح حدث معه كذا وكذا؟ حقيقة أستذكر أحد المواقف حقيقة لإحدى المواطنات، هي من عمر 65 سنة وكنا نقنعها أيضا أنها تأخذ التطعيم، رفضها إلى التطعيم
تقول الآن هي هذه المرأة الآن أصيبت بهذا المرض وهي الآن حاليا في العناية المركزة، نسأل الله لها الشفاء العاجل، هو من كل من هم في العناية المركزة. وهذا يدل على إيش؟ أن أخذ هذا التطعيم يقلل من نسبة يعني من إصابتك بمرض كوفيد 19. وفي حالة الإصابة لا تكون الأعراض بشدتها، إنما تكون الأعراض تكون بخفيفة أخف عن الإصابة نفسها. عموما أخت خولة، يعني في النهاية لابد أن نوجه كلمة للمواطن والمقيم في المحافظة. نعم وصلنا إلى 84% من المستهدفين، نود أن نصل إلى نسبة 100%. ماذا نوجه للمواطن والمقيم سواء على سواء من خلال هذا اللقاء اليوم؟ من خلال المواطنين حقيقة، لكل واحد أخذ هذا التطعيم هي مجرد فقط ألم أو نقول في موضع ضرب الإبرة، ننصح فقط كل مواطن بأخذ جرعة من الدواء الباراسيتامول كل 5 ساعات، إنه ما ينتظر يقول أنا لا ما بأخذ الآن الدواء أو الباراسيتامول خلال هذه الفترة وأنتظر بعد فقط لما أشعر بعض الأعراض تظهر لي مثل بعض الآلام أو بعض الحمى، لا مباشرة من نأخذ إحنا التطعيم مباشرة نأخذ الباراسيتامول بعدها ننتظر كل 5 ساعات. هذه أهم نصيحة الآن. نشكرك خولة بنت زايد الشحية، رئيس قسم التثقيف الصحي بمحافظة مسندم، نقلتينا الصورة الحقيقة حول مستجدات هذا المرض، مرض كوفيد 19، وما وصلت إليه محافظة مسندم من أرقام حقيقة ونسب عالية جدا في عملية تلقي اللقاح والتحصين. إذا هذا ما لدينا حول هذا الموضوع، نأمل إن شاء الله نلتقيكم في لقاءات مقبلة إن شاء الله، وسنعود مرة أخرى إن شاء الله بعد قليل إلى الاستوديو. شكرا لكم وإلى الملتقى.